نقدر ان شاء الله نبني عليها الفتره اللي جايه. طب حد هيقول لي ليه وحد هيقول لي ازاي. هقول لك اول حاجه، منتخب مصر لحد دلوقتي متصدر مجموعته ب10 نقط، ووصل امبارح للنقطه العاشره. انت بتلعب بره ملعبك بعد رحله يعني اجهد فيها بشكل كبير لعيبه منتخبنا الوطني، رحله استغرقت حوالي 8 ساعات، واحنا عارفين كمان غينيا بيساوي يعني في اخر افريقيا، وبعد ما كان كمان منتخبنا امبارح متاخر 1-0 مع نهايه الشوط الاول، وانت برضو في الاول وفي الاخر بتلاعب واحد من المنافسين المباشرين ليك في المجموعه. صحيح. مع بوركينا فاسو، مع ممكن سيراليون، يعني احنا بنشوف ولسه ممكن نشوف مفاجات في المجموعات. وطبعا اكبر دليل ان احنا امبارح شفنا يعني مفاجات في كل المجاميع اللي موجوده باستثناء منتخب تونس، باستثناء منتخب المغرب او الجزائر. لكن امبارح منتخب مصر يعني ما قدمش مباراه في مجملها سيئه، قدم شوط اول سيء. شوط اول بالنسبه لنا كان لنسيان، انت مستحوذ استحواذ كامل لكن ما فيش فعاليه او ما فيش خطوره على مرمى المنتخب الغيني. لكن في الشوط الثاني بقى حصلت انتفاضه كبيره، كان في دش سخن من الكابتن حسام حسن للعيبه بين الشوطين. بعد كده نزلنا الشوط الثاني اتحكمنا يعني بنسبه 99% في الجيم، سيطرنا ووصلنا وكمان هدفنا، وكنا نقدر نكسب المباراه لولا كره ناصر ماهر اللي عملها صلاح بصراحه، يعني كان بطريقه ما كانش فيها توفيق بالنسبه لمحمد صلاح. لكن ناصر ماهر امبارح نزل الراجل 5-6 دقائق، تحس ان هو كان موجود يعني لفترات كبيره في المباراه، ويمكن بيقول للكابتن حسام حسن اللي انا موجود، اللي انا استحق ابقى موجود في منتخب مصر. وناصر ماهر على فكره يمكن ده مش جديد وده مش غريب، هو بيقدم مستويات مميزه ومستويات كبيره مع نادي الزمالك خلال الفتره اللي فاتت، فيعني كان هيفرق اللي احنا امبارح كنا ممكن نخطف في الثلاث نقط في اخر المباراه، لكن ما حصلش توفيق. لكن في نفس الوقت قدر الله ما شاء الفعل بالنسبه لنتيجه التعادل، وان شاء الله باذن الله بقى الكابتن حسام الفتره الجايه عنده وقت طويل جدا. انت بتتكلم لسه هتلعب المباراه اللي جايه ان شاء الله السنه الجايه في شهر 3، ويمكن دي نادين يعني عندنا وقت برضه كافي ان احنا بالظبط اطول تصفيات في كاس العالم لعبناها يعني. طبعا طبعا. وعايزه اقول لك كمان يا خالد ان كابتن حسام حسن امبارح بين الشوطين قال ان هو كان هادي جدا، وان هو يعني شايف انه اللعيبه او كان واثق في اداء اللعيبه وان هم يقدروا يرجعوا تاني بالزبط. من المباراه وفي المباراه، وده طبعا من ثقه كابتن حسام حسن في منتخبنا وفي فريقنا اللي طبعا احنا كلنا عارفين خبراته. كابتن حسام علاقته كويسه كلها باللعيبه جدا هو جداً. بالنسبه لهم ان هو بين الشوطين قال لهم احنا ما ينفعش نتعادل مع الفرقه دي طبعا، ما ينفعش الفرقه دي تكسبنا طبعا. فالكلام ده حفز اللعيبه، فشوفنا الشوط الثاني عملوا ايه.